الحكومة هتعمل إيه بعد قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل صرف الشريحة الثالثة والتمويل الإضافي؟ وإزاي الدولة هتقدر تعدي من الأزمة دي؟ ويا ترى سعر الدولار هيزيد ولا هيفضل زي ما هو؟ تابعونا للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. بانكير نبض البنوك. حسب الجداول الزمنية وزيارة بعثة صندوق النقد الدولي، كان المفروض الصندوق هيعتمد في اجتماعه يوم 10 يوليو اللي فات الشريحة الجديدة لمصر من قرض 8 مليار دولار، وهي بقيمة 820 مليون دولار، وده غير ان كان مصر هتطلب الحصول على تمويل اضافي بمليار و200 مليون دولار حسب الاتفاقية الاصلية للقرض. لكن المفاجأة اللي حصلت ان الصندوق استبعد مصر من جدول اعماله ساعتها وساب الشريحة متعلقة لغاية اجتماع 29 يوليو الجاري، واللي لسه مش عارفين الصندوق هيصرف الشريحة ولا هيمطل تاني. واكيد طبعا الحكومة كانت عاملة حسابها على المبلغ ده ومخصصة كمان هتصرفه في ايه، لكن بعد قرار الصندوق الصادم ايه اللي هيحصل يا ترى؟ مصر عملت حسابها على اسوأ السيناريوهات، وده كان السبب في ان مصر تنجو من كل الكوارث الاقتصادية اللي مرت بيها، وهي انها بتتعامل بمبدأ اسوأ السيناريوهات ووقوع البلاء ولا انتظاره، وبالتالي بتحط الخطط والحلول على اسوأ اللي هيحصل، وده كان سر نجاح السياسة الاقتصادية على مدار 2023 هو عام الازمة الكبيرة. وبخصوص تجميد صرف الشريحة الثالثة ومعها القرض الإضافي، فالحكومة كانت عاملة حسابها كويس جدا، وده اللي أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، بأنه سبق وأقر رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه أو ما يوازي 21 مليار دولار لسنة 2024-2025، والتزام جهات الدولة كلها بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي الذي جرى تحديده. وعرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص مع تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات الوزارة والجهات كافة مع إعطاء الأولوية للمشروعات اللي تخطط نسبة تنفيذها 70%. طيب يعني إيه الكلام وإيه علاقته بشريحة الصندوق المؤجلة؟ أكيد ليه علاقة مباشرة، لأن تحديد سقف الاستثمارات العامة للدولة مقابل الاستعانة بالقطاع الخاص هيوفر دولارات كتيرة جدا كانت عبارة عن ديون بتستلفها الدولة عشان تعمل المشروعات دي. وتقدر تقول كده أن اللي حصل أن الحكومة مسكت إيدها في الاستدانة وموضوع القروض من الخارج عشان تعمل مشروعات وثابت الحكاية للقطاع الخاص، وعشان كده تأجيل الشريحة الجديدة مش هيكون ليه أثر كبير على خطة الدولة أو سعر صرف الدولار في البنوك، بدليل أن سعر الدولار بينزل رغم إعلان قرار صندوق النقد بتأجيل صرف الشريحة. والأهم بقى في ملف الاستدانة ده اللي قالته الوزيرة بعد كده، وهي الآليات الجديدة لسد الفجوة التمويلية من مصادر محلية بدل الاقتراض، وده تحول كبير ومهم في سياسة الاقتراض من الخارج. وقالت ان الحكومة بتدرس بدايل سد الفجوة من المصادر المحلية وتحديد مصادر التمويل المناسبة. بانكير نبض البنوك.